خلال شهر رمضان الفضيل تتواجد الكثير من الأطعمة الدسمة والحلويات المتنوعة على مائدة الطعام، وبسبب ساعات الصيام الطويلة قد يلجأ البعض عند الإفطار إلى تناول الطعام بكميات كبيرة وبطريقة سريعة، مما قد يسبب حرقان وآلام في المعدة وعسر الهضم. لذلك ننصح بالابتعاد عن تناول المخللات أو الأطعمة المليئة بالبهارات أو التوابل أو الملح، والتقليل من الأطعمة المقلية، عدم الإفراط في شرب المنبهات مثل القهوة والشاي، تجنب الاستلقاء والنوم مباشرة بعد تناول الطعام على الأقل لمدة ساعتين إلى 3 ساعات، تناول الزبادي أو الرغب للتخفيف من حرقان المعدة، وتناول الأدوية حسب إرشادات الطبيب. أما إذا كنت تعاني من مشاكل سابقة في المعدة مثل الالتهاب أو القرحة وغيرها، فننصح باستشارة الطبيب حتى يصب الدواء المناسب وأوقات تناوله في رمضان. إن حرقان المعدة وعسر الهضم سببه العادات الغذائية في رمضان، ولكن يجب استشارة الطبيب في حالة ظهور أعراض أخرى كالآلام المستمرة في المعدة أو الإسهال أو الإمساك أو الغثيان والتقيع، حتى يتم الكشف وعمل الفحوصات اللازمة لاستبعاد الأمراض الأخرى كجرثومة المعدة أو القرحة وغيرها.